يا لطيف شو عم يصير؟ بابا ماتوا معلم. لا شو بدك؟ انت دمك بيساوي 500 دولار، الولد اللي قتلته بيسوى 10 مثلك ولك. ركونا يلا جيبوا الولاد. ركونا ما بدي. قوم يلا قوم. ما بدي. شكلنا قربنا على الحاجز تبع معارضة المنظمة. معلم رح تصير مشكلة؟ لا بس كونوا منتبهين منيح. مراد على مدار. اهلا وسهلا فيك بالجبل. اهلين فيك. بعد 50 كيلومتر من هون في محطة بنزين، رح ينتظروك فيها وبعدين بياخدوك على الموقع المطلوب. بتضل معارضة المنظمة رح تنتهي. الكرامة ما فيك تاخدها من دون ثمن. رح يدفعوا الفاتورة وياخدوها. انتو يلي بتعرفوا هذا الشيء منيح. اخي نحن من طول عمرنا عم ندفع هذا الثمن. لهلا ما حصلنا على الحرية. وتراجعتوا يوم واحد عن الكفاح تبعكم؟ طبعا لا. الحلم الحلو مستحيل انه ينطفي من قلب اي انسان مهما طال الزمن الا ما يتحقق. اكيد رح يجي هذا اليوم، اليوم يلي فيه الشيشان تكون دولة حرة ومستقلة. بقيلنا شوي لحتى نوصل.
انتم بتتحركوا مثل ما سبق واتفقنا، وانتبهوا على حالكم. حاضر معلم. سيدي، سيد سنجر حابب يشوفك، بتحب خبره انك مشغول؟ رؤوف، بهذا الموضوع عم تتصرف مع الامور بشكل عاطفي زيادة من دون اي داعي. سيدي، ما عم بقدر شوف مثل حضرتك، بس اللي عمله السيد سنجر انا ما عم بقدر افهمه. وظيفتك كنائب ضمن القوانين انك ما تحلل الاحداث يلي عم تصير. لما بدك تحلل اللي صاير يا حضرة جناب النائب ما رح تقدر تكون حيادي، والقانون بيقول بشكل صريح واقف عندك، خليك بمهامك وما لك علاقة بشي. ما تخلي سنجر ينتظر أكثر من هيك. أمرك سيدي فورا. أرجو أنك ما تكون زعلان مني. بظن أنه أنت صرت بتعرفني من زمان كتير يا سنجر. بهاي الأوضاع يا صديقي أنت بتعرف أني ما بحسب الأمور بطريقة شخصية. في أعضاء فهموني بشكل غلط وهلأ عم يشوفوني أني أنا العدو، وهذا الشيء مو صحيح أبدا. أنا ببساطة كتير كان بدي أتأكد أنه ما رح يكون في فراغ خلال هالمرحلة الحرجة. سنجر، نحن ما عم نتشارك بس بشغلنا بالمجلس، نحن عم نتشارك بقدرنا مع بعض، ولازم ما يكون في أي عداوات بين شركاء القدر. بالعكس تماما، أنا قدرت كتير يلي حاولت إنك تعمله بغيابي. بالنسبة لباقي الأعضاء رح أعرف كيف خليهم يغيروا رأيهم ويتفهموا كل شيء أنت عملته. سيدي، بما أني فعليا أقرب الأشخاص لإلك من جوات المجلس، لو حدا تاني كان عمل هذا الشيء ما حدا حكى. نحن دائما بنضرب بحجار الأشخاص يلي بيحبونا. يلي عملته أنت هو الصح. سلامة المجلس وشغلنا أهم من حياتنا وحياة كل شيء بنحبهم. وشكرا لأنك وضحت لي إنه كل تعبي الماضي من وقت ما كنت متدرب عندي لحد هلا ما راح على الفاضي. إذا رحنا هلا على المكان راح يعرفوا إنك هون. مصيرهم يعرفوا إني هون. إذا ما رحنا هلا ما رح نقدر ناخذ السلاح. أنا سبب جيتي لهون مشان وصلكن الأسلحة. مراد علندار، نحن بنعرف إنك إنسان كبير، بس يمكن رح تخسر حياتك. إذا ما انطفت النار بالجبل رح يصير بركان ويحرق كل المنطقة معه. ايه. هلأ روحي مو كتير مهمة، أرواح الناس أهم. مراد، وأنا كمان رح ضحي بروحي معك، رح أعمل كل شي بتأمرني فيه، بس عنا خوف وحيد، مو إن نموت، إن نوقع بين إيدين هالمجرم. أنا مستعد أوقع بالأسر منشان أنتو ما تعيشوا الأسر. يلا خلينا نمشي. أهلا وسهلا سيدي. في أمور لسه ما نفذتها، ليش أخذتوني من عند متى؟ متى أيمار قرر أنه يقتلك وكان لازم ننقذك، وطبعا رح نبعتك على مهمة أفضل.
أنا بأمرك سيدي. يا شباب أنا ما فيني ضل هون، إذا المعلم مراد مانو هون شو قاعدين نحن عم نساوي؟ لو قال أخي مراد انتظرني على باب المطبخ كنت بقعد وبنطره كل عمري. أنت مفكرني ماني عم بحترق؟ وعمران عم يحترق. ليش شو هي الأمانة اللي تركها؟ هالحيطان؟ عابد إذا نحن تركنا هذا المكان ما رح يجي حدا ويحتله؟ أنا ما رح أسمح لمخلوق يقول إنه استلم مكان مراد على مدار. خدوا سلاحهم. عمران أمي حبتك من كل قلبها واسطتك كبيرة عندي، لهذا السبب راح أخدك عبيتي. لك أنت شو عم تحكي؟ عمران بلا هالشغل. متى أنت إجيت بالوقت الغلط على المكان الغلط، أوعك تكون ضحية الغلط. عارف حالك أنت مع مين عم تحكي؟ نافذ أنت واحد منك متفهم، هدول الأولاد واقفين بشجاعة وأنا بحب الشجعان، بس طبعا ما بتمنى هذا الشيء يكون بوشي، بحب اللي بيوقفوا جنبي. الختيارية قرروا انهم يعطوني اياكن. من اليوم ورايح انتو صرتوا تحت امرتي. هذا مكان مراد على مدار، عرف حدك. هذا مكان تشكيل الأمن القومي ورئيس الأمن القومي. بعرف انتو متوجعين وكتير. مراد على مدار صار ماضي وخلص، ولهذا السبب أنا بعذركن شو ما عملتو، وهي عشتو وجعكن وأخدتو بالخاطر وخلص. من هلأ ورايح يا أما رح تشتغلوا معي. إذا ما رضينا شو رح تعمل؟ رح تقتلنا؟ لا، الدولة فيها شغلة مو حلوة، صعب إنك تطرد موظف دولة، بس رح أقدر أنقلكن على كم مزرعة بقر بهالمنطقة، وهيك رح تنقذوا العالم بإنتاج الحليب. أنا من ناحيتي مبسوط إنك صرت مديرنا. لا تطلعوا فيني هيك، بالنسبة إلي المهم هو الدولة، الإدارات بتروح وبتجي. لك أنت شو عم تحكي عمران؟ طلع الوحيد الذكي بيناتكن هو عمران. أمي كان معها حق إنها تحبه. برافو يا ابني. بتحب تشرب شاي؟ طبعا بشرب. متى نحن وعدنا مراد ومشان هيك رح نصبر، بس إذا ضغطت أكتر يمكن ننسى وعدنا نهائيا ونخلص عليك فورا. بس ما يكون هذا المكان هو المشكلة، أساسا ما بيليق بالأمن القومي. معك حق سيدي، إذا بتحب فينا نهده. ليش ملك أبوك حتى تهده؟ نافذ الشاب عم يحكي صح، ما رح زعلكن، رح أهدم هذا المبنى وابني مكانه مرقاب للسيارات، بتاخدوا الإجرة من يلي عم بيصف وبتعيشوا من وراه. الشاي صار جاهز معلم.
يلا شباب فضوا السلاح يلا بسرعة. مراد على الدار، عذرني بس ما عم اقدر افهمك. ما كان ضروري تجي مشان هدول الاسلحة، لو بلغتنا بمكانهم كنا نحن جبناهم. سمعت انه معنوياتكم منخفضة، فاجيت لارفع لكم اياها، اجيت لحتى احارب معكم. تفضل. نحن انتفضنا بارواحنا ضد استبداد المنظمة وعمايلها، بس يلي كان بده ايانا ننتفض على المنظمة للاسف ما عاد سمع صوت وجع اطفالنا. انتوا انتفضتوا كرمال الحكومة المركزية ولا انتفضتوا ضد المنظمة واجرامها؟ نحن بقي عنا شيء واحد نقدمه، وإذا اضطرينا لهذا الشيء رح نعطي روحنا ونحن عم نحارب المنظمة. بس أنت بتعرف المنظمة قدرت تزرع الخوف بقلوب الناس بالجبل. قلة مبالاة الحكومة عم تخلي كل الناس تشعر بالإحباط. أنتوا يلي رح تقدروا تعطوا الشعب الأمل إذا اتفقتوا بينات بعضكم على هي القضية العادلة، مو المنظمة. إذا الكون كله بيوقف ضدكم ما رح يقدر يعمل شيء. أنا نعم بعرف إنه مراد على مدار جنبك. إذا خليته يحس بشيء فما عاد رح تشوف ابنك. بالضبط. البضاعة وصلت. وين بدك بسلمك؟ بعد ساعة جيب مراد على مدار على المكان القديم. وخذ الولد وإلا ما عاد تشوفه. عم تفهم؟ ماشي مفهوم. في شي مشكلة؟ ولا شي. المجموعة الثانية بس سمعوا بجايتك طار عقلهم. إلا بدهم يشوفوك شخصي. وأنا كمان حابب أتعرف عليهم شخصي. لك أنت بهالسهولة بعدك عن المراد؟ مش هاي لغير المعلم. عبد الحي ما تتسخف. ما في غيرك سخيف يا عمران. بكفي هيك، لا تنسوا أنتم بحضرة مين؟ شو مفكرين حالكم أولاد؟ نافذ، ليش مانك متفهم؟ يعني إذا صرت أنا مثل مراد على مدار من الماضي أنت ما رح تعترض على شيء؟ ما بقدر أتحمل قلة الأدب قدامكم. عبد الحي، عمران، عابد، هدول مو سهل إنك تصير مثلهم يا نافذ. يا أخي خليهم يعيشوا مصيبتهم عرواء وبعدين رح يوصلوا لحل ورح يعرفوا شو هو الصح وشو هو الغلط. وينهم هدول هلأ؟ كم ساعة مريت؟ بعرف شو عم تفكر. إذا بتعرف شو عم فكر فياريت تقلي لأني حابب أعرف. أنت برأيك إنه هي ممكن تكون إشارة إلنا؟ معقول يكون مراد حكى معنا باختصار؟ أنا كمان عم فكر بهالشي من مبارح المساء. لهذا السبب أنا طلع خلقي، بدي هدول الرجال يجوا لهون وياخدونا وخلي هالأفكار تبعد عني. يمكن مثلا صاحب الفندق ما خبرهم؟ تعال خلينا نروح عالشيشان، على القليلة هنيك فينا نحارب أحسن ما نموت هون بلا طعمة. شو أنت ما شفت وش صاحب الفندق؟ وشو مبين عليه مخبر عتيق للمنظمة. لا تخاف، بعد شوي رح ياخدونا، بس إذا طلعنا من هون عايشين رح نروح سوا عالشيشان. أخ لو كان أخونا مراد ماله هون. الزلمة عمل كل جهده مشان ينقذنا. يعني قصدك باللي عم تقوله انه هو عمل كل جهده مشان يجيبنا لهون وينقذنا مشان نهرب من الموت ولا نهرب نهائي؟ ولا نحن ما فهمنا؟ وموقف وموقف ولا يلا وموقف بعدين منكمل. انتو شو عم تعملوا بالجبل ولا؟ نحن جابونا من كازاخستان مشان معارضة المنظمة، وقالوا لنا رح نكسب كثير مصاري، بس ما كسبنا شيء فبطلنا. خلص قوسهم. شوف معلمنا،
مراد علمدار عم يعملوا كل شيء لينهونا. أول شيء عم يضربونا قنابل، بعدين بيهجموا بكلابهم، مو العسكر تبعهم، عاملين عصابة سفاحين. ما في شيء وسخ إلا ما بيعملوه. ومين هو زعيم هدول المجرمين؟ بتعرفوا شيء؟ صرنا قاتلين كثير من القادة تبعهم، بس في واحد هو الراس تبعهم. فكرنا حالنا قتلناه، بس طلع مانه هو. بيقولوا إنه هذا الراس الكبير مو هون، هو عم يديرهم من بعيد وما حدا شايفه. عبد الحي، أنا الدم عم يغلي بعروقي، ليش ما تركته لعمران يقتلوا لهالندل؟ طالما أخونا عايش ما رح نساوي شي، هاي أوامره. شو أنت ما سمعته؟ قال ما رح يرجع. أنا كنت مفكركم رجال. الزلمة قاعد على كرسي المعلم مراد وعم يأمر على كيفه، وأنتوا ما عم تعملوا شي؟ أنتوا سقطتوا من عيوني. عمران، نحن وعدنا المعلم. أنا ما وعدت حدا. عمران، عمران، وقف، لوين رايح؟ إذا ضليت هون رح نتخانق. بيني وبينكم في عشرة عمر، رح روح احتراما لهالعشرة. برافو عليك، إذا بتضل عم تعمل يلي بقلك عليه ابنك رح يعيش. ما رح سلم على مدار قبل ما أشوف ابني بعيني. خلي يجي لهون. الشباب جايين مشان ياخذوا على مدار. بعد حدا من رجالك ياخذ الولد. وإذا حاولت تعمل أي شيء رح أقتل الولد وأقطع لك يا. كنتوا عم تتعاونوا معهم يا أوغاد؟ بسببكم أنتوا مات ابني. أنا ما رح خليك عايش. تجيب ولد تاني لشو البكي؟ تعرف قديش الحكومة بتدفع على راسه؟ 10 ملايين دولار. خلاص ولا؟ يلعنك واحد قليل أدب، الناس عم تضحي بحياتها هون وانت جاي لحتى تصطاد مطلوبين؟ صرنا فترة عم ندور عليه وكنا بدنا نمسكه، بدنا ناخد إذن. روح من وشي. بس شوفكم مرة تانية ما راح اسمح لكم تتنفسوا، عم تفهم؟ يلا نلعب من وشي، روح! مصايب الناس صايرة عندكم رزق.
مراد علمدار، نحن عم نحارب بالجبل من كم سنة، شو قاعد عم تقلعنا؟ ولك انت ما بتخجل من حالك؟ كيف قاعد عم تحكي معي بهالطريقة هي؟ وقت الدولة بتقلك انها بدها حدا، مو ضروري انك تموت الناس. عم نحارب مع اهالينا وعم نكسب مصاري، شو فيها؟ لك انتو ما بتعرفوا شو هي قيمة العالم؟ اذا شفتك مرة تانية بوشي رح اقطعك شقفة شقفة بايدي. روح، ما تورجيني وشك ابدا. كيف شايف نافذ؟ عفوا سيدي، أنا ما بفهم بالتياب. صار لازم تفهم فيها، وإذا لزم الأمر أنا رح خليهم يعلموك. لازم تصير تفهم سيدي. عقلي بالعمليات، هاي شغلات بتضايقني. نافذ، النجاحات اللي حققناها بالعمليات تبعنا رح نسجلها بالغرف العميقة بالدولة. معلش انت ارتاح. سيد مدى، اختار جرافة مشان الطقم. نافذ، انت ما بتعرف تربط جرافة؟ لكان نادي لي لعابد وعبد الحي. حاضر. عمران كان معه حق، أنا كمان ماني قدران. يعني كأني أنا اللي مبسوط، كأني بحب أني أشتغل مع متى. معناته ليش نحن قاعدين هيك؟ منروح على الجبل ومنموت جنب المعلم. رح نصبر يا عابد مثل ما وصى معلمنا. شباب، المعلم بده ياكن هلا. يا أولاد تعالوا، حابب استشيركم بموضوع مهم. ما قدر نافذ يعطيني قرار. الأسود ولا الرمادي؟ يا شباب فيكم ترتاحوا، أنا ماني مراد علمدار، أنا بحترم الرأي الآخر، وبهذا الوقت بيقدروا الكل أنهم يعطوني رأيهم وبأي شيء كان. سيد متى، ما ممكن نعرف كيف شكلها قبل ما نربطها، بس نربط الجرافة فينا ناخد قرار فيها. برافو، شفت يا نافذ، أنا بدي إياك تكون مثلهم. بدك أربطها سبور ولا عادي؟ تعال حبيبي نافذ، تعلم كيف تنربط مثل ما بدك عبد الحي. الأحسن نعملها بعقدتين حتى ما تنحل عن رقبتك بسهولة. رواق عبد الحي، موضة السنة العقدة صغيرة، الجرافي بتخليك أكبر من عمرك سيد متى، وعلى فكرة ما بيصير اللحية مع الجرافي. إذا مصر تلبس جرافي حلاقة لدقنك، أو فيك تلبس البدلة من دون جرافي. نعم، وأنا كنت مستني من زمان يجيني اتصالك. هاي جددوا لأوباما وخطتك راحت على الزبالة. متى، في شغلات كتير مهمة لازم نلتقي بسرعة. أنا قاعد عم بكتب تقرير مهم، بس خلص بحكي معك. لا تبكي حبيبي، لا تبكي لا تبكي. شوف 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 شوف، هاي بعثتك كايفر إلك. شوف شوف حبيبي شوف. ها يا الله، ها. وهي كمان. ها يا حبيب قلبي اهدى. معلم بعتها وقلت لها ارتاحي شوي. باقي
أنا سكرت هذا الدفتر، لا ترد تفتحه وإلا بحرقك أنت والدفتر، مفهوم؟ شوف 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 حبيبي، مين بده يدير باله على الولد؟ إذا لزم الأمر نحن اثنين. مسيك معلم، نجدت عم يتصل فينا يا حبيبي وعم يسألني إمتى رح ننتقم من شان الخال زازا. خليه ينتظر ابني، بينتظر وبينتظر وبعدين بينسى. معلم، أنت نسيان إنه عنيد مثل خاله زازا؟ باقي ما عندك موضوع تاني تضايقني فيه؟ استغفر الله معلمي. ها ها لك أسدو، لا توجع لي راسي، بعد إيدك بعد. بس شاف الولد وشك بلش يبكي، روح روح روح. شو ما حبيتها يا ابني؟ بركة ابني ما سواها انت سويتها. ثو مين هدول؟ سيد نجدت، هدول ولادهم بالجبل، جمعناهم وجبناهم. صحيح اللي سمعته؟ أنا من 20 سنة ما شفت ابني، ما بعرف إذا ميت ولا عايش أو وصني لأرتاح. وإنت كيف وضع ابنك؟ أنا ما عندي ابن. كيف يعني؟ قالوا لنا بالجبل. أنا ما عندي ابن من هذا النوع أبدا، هيك واحد ما عاد ابني. إنت كيف بتكون أب؟ ليش ما تعلمت قبل كيف بيحب الأب ابنه؟ شو عم تغثني؟ إذا مالك مصدقني أوص علي وريحني. ولك ابني، شو هالناس اللي جايبها؟ همومي بتكفيني، خليتوني احمل همهم، خدهم من قدامي بلا ما اوصهم. امشوا يلا امشوا. خالي نجدال، اذا ما اخذت بتار الخال زازا رح نعرف كيف نحاسبك على تقصيرك. ولا اسمعني منيح، التار للخال زازا مثل خبز الصاد تماما، إذا أكلته سخن بيوزع معدتك، وإذا أكلته بارد بيكسر أسنانك. من ثان هيك استنى، كل شي بوقته حلو. باب تعملوا سي قبل ما تخبروني. روح من وسي. حضرة المدعي، موكلي ما له علاقة بالحادثة، هو تعرض للافتراء من الطرف الثاني. الطرف الثاني عليه دين لموكلي، ومن شان ما يدفع الدين عم يفتري على موكلي انه تحرش فيه لفظيا وضربه. عفوا استاذ، انا اليوم تعبانه شوي، فيك تيجي بكره لحتى نكمل؟ ما في مشكله استاذه، يعطيك العافيه. استاذة، فهمت انه بدك تحكي معي، تفضل اقعد. بعتت وراك مشان مسألة خاصة. سمعت بي اللي صار معكم من يومين، بس للأسف ما حدا خبرني وقتها. يعني كنت رح تتدخل لو وصلك خبر؟ على كل الموضوع غير هاد، تعرف شي انه مراد طلع على الجبل؟ طبعا منعرف استاذة. اللي مين يلي بعته لهنيك؟ يفترض انك سألتي هذا السؤال. انا عم بسألك هلا استاذة. اذا مراد على مدار ما جاوبك على هذا السؤال فانا اكيد ما رح جاوبك. عفوا استاذ، انا ما عم بسألك بصفتي، انا عم بسألك كوني زميلتك بالشغل. الموضوع بيهمني، ارجو انك تساعدني. بكل صدق استاذة، ما فيني ساعدك لا إليك ولا لمراد علمدار. ليش بقى؟ مراد باع الدولة ولا خان البلد؟ اللي انت ليش خايف؟ ست ليلى، لو انه انا قدران ساعد صدقيني كنت رح ساعدك انت ومراد علمدار وما رح أصير، بس للأسف الأمور كلها أكبر مني. طيب اللي مين مشان راجعه بأسرع وقت؟ إذا كان أكبر منك فقلي مين هو المسؤول الأكبر. أنا فيني إليك شغلة تانية، ومن منطلق إنه نحن زملاء عمل، الشيء الوحيد يلي فيك تعمليه لمراد هو إنك تصلي له. يا
العوض بسلامتك. كل هذا صار بسببي أنا سيد مراد. فكرت للحظة أني بيعك والله حب يدفعني الثمن. وقف سيارة. خير شو في؟ مراد على الدار. ابني مخطوف عندهم. بالدنياك بدل الولد. بس أنا ما فيني. أنت رح تعملها مثل ما عملنا. امشي. أنا فشلت بالامتحان. في كتير أشياء يمكن تفقدها. لازم إنك تكافح كرمالها. مراد على الدار. من شهور نحن عم نكافح وما لنا عم نستفيد. اللي شو بدنا نعمل؟ ما في ظالم بهالدنيا إلا وبنتي. أخي أنا بوعدك تار ابنك أنا اللي راح أخذ لك إياه. وين معسكركم يا حشرة؟ بصراحة نحن هربنا من الحكومة وإجينا نتخبى هون. رح عد لثلاثة، إذا ما حكيت رح يروح راسه. ما منعرف معلم. اتضحكوا علينا وجابونا لهون وقالوا إنهم رح يعطونا مصاري. واحد. معلم والله أخي حكيه صحيح. اثنين. معلم في بضاعة عندي. مين أنت ولا؟ ما مبين على وشك إنك واحد تركي. لا أنا شيشاني. قديش في عندكم من هالحبوب؟ في عنا كتير. وين لقيتهم؟ نحن أساسا شغلنا بآسيا الوسطى، إجينا مشان نعمل قرشين بالسوق هون، وإذا وقفت معنا رح نخليك تكسب مصاري كتير. نحن مشان نبلش بدي 10,000 حبة. ماشي معلم، لكن اسمح لنا نروح نجيبهم. انت رح تروح. اربطوا له عيونه وودوه. معلم ورفيقي شو؟ رفيقك رح يضل عنا. اذا ما اجيت للمساء رح نتدرب بالقواص على راسه. بعدين رح نلاقيك ونقتلك. خدوه زتوه بالسجن. مشتهي مرة واحدة ما تتأخر على موعدك. ساعتك يمكن بعدها عم تشتغل على توقيت واشنطن. انت ما بتفهم بالمواعيد والوقت هون بتركيا. بحياتي الشخص الوحيد يلي ما خلاني اني انتظره هو اسلام بيك. ليش انت شو كان لك شغل مع اسلام؟ هو يلي امر يعوصه على صدري. وبعدين دفعته الثمن. انت هون عايش؟ وهو ميت. إدوارد انت جبتني لهون مشان مذكراتك؟ متى انت بتعرف منيح ليش بعتت وراك. التجديد لرئيس اوباما رح يربط لنا ايدينا. لازم نبلش بشغلنا. والله من امتى انت شخص سلبي بالحياة؟ ومن امتى رؤساء امريكا بيديروا البلد وانتو ما بتقدروا ترتاحوا بشغلكم؟ إذا ما أعطيت الولد ألعاب صغيرة فرح يصير يبكي بصوت عالي. منيح. إذا ضليتوا هيك عم تتراجعوا رح يكون إلنا المبرر الكافي من شان نصعد حركتنا بالجبل. الرأي العام بالنسبة إلنا هو 3 صحفيين وتلفزيونين بيقدروا يقنعوا الرأي العام. إذا الرأي العام بهالسهولة ليش يا ترى ما أقنعتوا الرأي العام فيكم بالانتخابات؟ هلأ طلعنا من العراق ومشاكلنا بأفغانستان كتيرة والرأي العام عنا مانو كتير مبسوط من المحافظين الجدد. يا شغلكم صعب كتير على فكرة. إذا هيك شوف تا
بتعرف شو أكتر شي بكرهه بالحياة؟ إني أنا ما أكون بوق لرأي حدا. الصبح بتتصل بتسلم على تل أبيب، والمساء بتروح تغازل واشنطن. متى؟ قلبنا بيشتغل مشان تل أبيب، وعقلنا بيشتغل مشان واشنطن. أنت بلش فوت بموضوع الصحافة والإعلام على مهل، ولا يهمك لا واشنطن ولا تل أبيب.